الرحمن الرحيم. ما زال اللاجئون السودانيين في مخيم إردمي يواصلون الاحتجاج بسبب عدم توفر الأمن داخل المخيم. وإنتوا الآن تشاهدون هذا الفيديو ونحن داخل المخيم، داخل المخيم لعدم توفر الأمن في المخيم، عدم توفر الحياة الأساسية التي يحتاجها أي إنسان على وجه هذا الكوكب. كما تلاحظون الآن الوقفة الاحتجاجية للاجئين السودانيين الموجودين في داخل مخيم إردمي في شرق تشاد. نعم، عدم توفر كافة الخدمات الأساسية داخل المخيم.